السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير. اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو بغيت نعتذر منكم حيت تعطلت شويه على الفيديوهات، ما كنحطهمش بزاف فقط لانني عطله، داكشي علاش. وكنوعدكم ان شاء الله غندير مونتاج حيت عندي بزاف ديال الفيديوهات غادي نحطهم لكم. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الكنافه بالجبن، الفيديو اللي حطيت الاخير بزاف الناس عجبهم، شكرا بزاف بزاف. وجبت لكم دابا الوصفه ديال الكنافه بالكريمه بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الجبنه بزاف، يعني في الكنافه ولا اي حاجه بالجبن. هاد الوصفه غادي تعجبكم بزاف، سهله ولذيذه بزاف. خليكم معايا باش تعرفوا المقادير والطريقه. على بركة الله، أول حاجة بالنسبة للقطر، وخا شاركتو معكم في الفيديو السابق غادي نعاود نشاركو. غنحتاجو هنايا 3 ديال الكيسان ديال سكر سنيدة مع كاس ونصف من الماء، يعني دائما كتكون السكر ضعف مقدار ديال الماء. هكا تجينا القطر كيكون يعني القوام ديالو تقيل شوية، يعني ما كيكونش خفيف. ملي كيكون القطر القوام ديالو خفيف فكيخسر لينا الكنافه، يعني فحال كيبردها، ما كتبقاش عندنا ديك القرمشه في الكنافه. ملي كيكون الماء غالب وكديرو، خصوصا الا ما كنتوش غتاكلو الكنافه كامله في ديك الوقيته، يعني كتلقاوها بردات. وهذا المشكل بزاف البنات كانوا صيفطوا ليا في الخاص، سولوني كيفاش يمكن ليهم يحافظوا على الكنافه من هذيك القرمشه ديالها تبقى مده اطول. هو القطر ما خصكمش تكثروا بزاف، اولا ديروا غير شويه، ويعني الا ما كنتوش غتاكلوها كامله من الاحسن ما تكثروش فيه بزاف، حتى الوقيته اللي تبغيو تعاودوا تاكلوه يمكن لكم تسخنوها واحد شويه وتضيفوا واحد شويه ديال القطر. المهم هنايا كنديروا الماء مع السكر انه فوق من العافيه واحد شويه، غير كتبدا تطلع ديك الغليه. كنضيفوا هنايا جوج ديال طرونش ديال الحامض، الليمون الحامض، وكنضيفوا قطرات من ماء الزهر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع المذاق ديال الماء الزهر يخليو يكتفي فقط بالحامض. هنا الماء الزهر كيعطي واحد النكهه يعني خاصه، وكيعطي واحد اللذه. ضفت غير واحد شويه، يعني واحد نص معلقه ولا معلقه، وكنخليوها فوق النار حتى واحد المده ديال جوج ثلاثه ديال الدقائق حتى كتغلى، وكنزولوها من العافيه كنخليوها تبرد تماما. مهمه هذه النقطه، خاصها تكون بارده. على جنب غادي ناخذ العجين ديال الكنافه ديالنا. هنايا عندي نصف كيلو من العجين على حسب القالب اللي غتخدموا به، على حسب الكميه. المهم انا هنايا عندي نصف كيلو، غادي نحاول انني نقطعها الى قطع صغيره باش يدخل فيها المكونات وباش جينا اسهل. كيف كتشوفوا من بعد ما تقطعوها حاولوا انكم تحلوها هكا باليدين ديالكم، حاولوا تحلوها مزيان مزيان. بعد هنا ما كتحلوا الكنافه مزيان، غادي نضيف ليها هنايا سكر بودره. بالنسبه كاينين الناس اللي ما كيضيفوش، ولكن انا قلت لكم في الفيديو السابق انها كتعطي واحد اللون ذهبي ملي كتحمر. ضيفوا غير شويه، واحد جوج ديال المعالق ولا ثلاثه ديال المعالق على حسب الذوق، يعني فقط كتعطينا واحد اللون زوين. وهنا عندنا رابعه ديال الزبده دايبه، ما تكونش سخونه، يعني ذوبوها وخليها واحد شويه حتى تدفى. من الاحسن ان تكون الزبده من اصل حيواني، ما ديروش المارغرين. كيف قلت لكم هنايا استعملنا نص كيلو ديال الكنافه مع رابعه ديال الزبده، يعني نصف الكميه ديال العجين ديال الكنافه كيكون هو الزبده. وكنبداو هنايا نحاولوا ندخلوا هذيك الزبده والسكر في العجين ديال الكنافه مزيان هكا بيدينا، حاولوا تخلطوها مزيان 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 وخذوا الوقت ديالكم. كناخذ واحد المول اولا صينيه اللي غنديروا فيها الكنافه، وكناخذوا الزبده ما تكونش دايبه، تكون ولا تكون بارده، تكون بحراره المطبخ هكاك تكون سهله في الدهين كيف كتشوفوا، باش تشد لينا مزيان، حيت ملي كتكون دايبه ما كتدهنش لينا الصينيه مزيان. هكا دهنوا مزيان، ومن بعد كنضيفوا الكنافه ديالنا اللي خلطنا مزيان. من بعد ما تديروا الكنافه في الصينيه ديالكم حاولوا انكم تخطوا مزيان، خاصها يعني تكون واحد الطبقه متماسكه. انا هنايا غادي نستعمل كاس، نورك في الاول بيدي مزيان، ومن بعد كندير كاس او اي حاجه عندكم هكا تقدروا تضغطوا بها مزيان مزيان حتى تكونوا واحد الطبقه اللي تكون متساويه. دابا لتحضير الكريمه ديالنا غنحتاجوا نصف لتر من الحليب يكون بارد، ونضيفوا ليه 3 ديال المعالق كبار من مايزينا او نشا الذره يكونوا ممسوحين،
من بعد ضفت معلقه كبيره ديال سنيده او لا جوج على حسب الرغبه ديالكم. انا ضفت فقط وحده ونحركو مزيان المكونات بلا ما نشعلو عليهم حتى يندمجوا لينا، عاد كنشعلو العافيه. كيف كتشوفوا هنا سرعت الفيديو، راه بدا كيختار لي الخليط ديالي، يعني العافيه تكون توسطه ما تكونش مجهده. وبداو تحركوا، ما تخليوهاش، يعني ضروري من التحرك. هنا غادي نضيف ثلاثه ديال الفرماجات، اي نوع عندكم، هذا المثلث او لا المربع اللي بغيتو، ثلاثه ديال الفرماجات. زدت هنايا ملعقه من القشطه، القشطه ماشي القشده الطريه، اللي ما متفرش عنده بلا ما يضيفها ما كاينش مشكل، انا فقط 6، وشويه ديال الماء زهر، واحد المعلقه او لا جوج معالق، باش كتعطي ديك النكهه ديال الماء زهر زوينه. صافي، وكتبقاو تحركوا، حاولوا ما تغفلوش عليه لحقاش باش ما يحرقش لكم من تحت الحليب. كتبقاو تحركوا حتى كيبان لكم الخليط بدا كيعقد. كيف كتشوفوا الكريمه ملي كتبدا تعقد، الا حبستوا التحرك غادي تبان لكم فحال بدات كتبقبق، ديك الساعه صافي كتكون واجده. خاصكم ديك الساعه تكون الكنافه قد ديتوها في الصينيه، لان هاد الكريمه ما خصهاش تبرد، الا بردات غتعقد عليكم وتصعب عليكم باش تسرحوها. من الاحسن انكم توجدوا في الاول طبقه ديال الكنافه وصوبوا الكريمه ديالكم وكبوها كما درت انا. بالنسبه للكنافه راه درت غير نصف فقط اللي درتو لتحت، حاولت ان نطلع شويه جوانب باش ما تخرجش ليا الكريمه. ومن بعد دابا النصف الثاني ضفتو من فوق من الكنافه، هنا ما غاديش نورك، غادي نحاول فقط نغطي داك الكريمه بشويه بيدي، حيت الا وركتو غادي تخرج لكم الكريمه. كيف كتشوفوا كنقاد فيها غير بشويه بيدي على هذه الطريقه. كندخلوها الفرن على 200 درجه، نحاول نحطوها من التحت باش تحمر لينا من التحت، هو اللي مهم حيت الفوق دغيا كتحمر. ما كتاخذش الوقت بزاف، من 15 حتى 25 دقيقه، عينيكم عليها غير تبان لكم تحمرات ولا اللون هكا ذهبي. خرجوها، كيف كتخرجوها نيشان وهي باقا سخونه، كنكبوا عليها القطر ديالنا اولا السيرو، السيرو اللي خاصو يكون بارد كيف كتشوفوا وثقيل خاطر. الطريقه اللي وريتكم راه كيجي فيها القطر كيجي خاطر، ما كيخليش لينا الكنافه من بعد يعني كتبرد لينا، حيت ملي كيكون شويه جاري كيف قلت لكم في البدايه كتولي الكنافه عندنا طريه، يعني ملي كتاكلوها داك النهار لبات حتى الغد ليه ما كتبقاش ديك القرمشه ديالها. هنا زينتها بشويه ديال الفستق كيف معروف، لا بغيتو ديروا الكوك ديروا اولا اي مكسرات عندكم، التزيين كيبقى اختياري، المهم ان المذاق ديال هاد الكنافه كيجي رائع بزاف زوين، كيجي مختلف شويه على الكنافه العاديه الكلاسيكيه ديال الجبن. وهيا الكنافه واجده، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وتخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، وما تنسونيش بجيم باش تشجعوني نحط وصفات اخرى. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، وشكرا على المشاهده، والى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.